سيادتك أطلقت على هذه الدفعة دفعة تاريخية، ماذا يعني هذا الكلام اليوم؟ لا أعتقد في تغيير جذري في طريقة التعلم اللي تم تطبيقها من أول 2018 لما كانوا الولاد اللي في الدفعة دي كانوا لسه في أولى ثانوي، وصدفتنا جائحة كورونا صعبت علينا كلنا الوضع، فهم كلنا تعبنا مع بعض في التغيير وفي التعامل مع جائحة كورونا والتعامل مع مصادر تعلم جديدة وطريقة تقييم جديدة. فهم الحقيقة يعني بذلوا مجهود وأولياء أمورهم بذلوا مجهود، وبالتالي دي أول دفعة تتخرج في العصر الحديث اتعلمت بطريقة تشجع الفهم والتطبيق وتحليل المعلومات، بيذاكروا من مصادر متنوعة مش بس كتاب الحكومة، بيردوا على أسئلة بنظام الكتاب المفتوح، بأسئلة بتقيس فعلا مهارات عليا في التفكير، وقابلوا بلاء حسنا جدا. وزي ما سمعت من الدكتور خالد نمرهم أدت إلى تخفيض الحدود الدنيا للتنسيق بشكل عنيف، يعني زي ما قلنا النهاردة المرحلة الأولى هو في علمي رياضة بتبتدي من 80% وعلمي علوم من 88 زي ما الدكتور خالد ذكر، وأدبي من حاجة و60. فبالتالي ده بيغير فلسفة التعلم كلها، وعشان كده توقع دي احنا فخورين بيها ولازم فخورين بيهم كلهم الحقيقة اتعلموا بشكل جيد، وده المهم سيادة الوزير إن شاء الله يروحوا الجامعة يعني. إن شاء الله.